أهلا فيكم بفيديو جديد. لو عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا هذا الفيديو مع جميع الأشخاص اللي بهمهم هذا الأمر مشان تعمل فائدة على الجميع. طبعا يا جماعة، مع بداية كل يوم مثل ما بتعرفوا لازم نعمل قهوة. مثل ما انكم شايفين هاي القهوة أنا عملتها، وعندي هاي قطعة الدونات. طبعا يا جماعة في كتير ناس سألوني منكم على موضوع المنحة وموضوع الأكل في السكن الحكومي، تابعوا معي هذا الفيديو لنهايته لحتى تشوفوا الأجوبة على كل هاي الأسئلة. حبيت فرجيكم هاي القهوة اللي أنا اشتريتها من الميجروس، حقها يمكن 8 ليرات. أنا بحطها هيك في المطربان في غرفة السكن الحكومي. هلا أنا رايحة لحتى أجيب الفطور الخاص بالسكن. الفطور يعني بيكون مجاني بس يعني بمصاري، مثلا بيعيروا لكم مثلا بمقدار مثلا 6 ليرات لازم تاخذوا اكل. هلا انا راح افرجيكم هني شو ممكن يحطوا لنا اكل في السكن. هلا مثل ما انكم شايفين هون عندنا بندوره، عندنا هدول الحدايد اللي شايفينهم بنحط عليهم الصواني بنحط فيهم اشياء الفطور. طبعا هون كله معلبات باستثناء الفطاير والبيض المسلوق، هذا دائما بيكون يعني موجود في الفطور. طبعا هاي كمان هيك بيكون المطبخ مكان اليمك هون عندنا في السكن. هلا هون انا اخذت بندوراي وتوست وزيتون وحطيتهم، دائما بفطر احيانا على الشباك. طبعا بدكم تسالوني ليش عم بعمل شاي. نحن عندنا الشاي يعني تقريبا مثلا اذا بدنا ناخذ مي سخنه فناخذها بنص ليره، كثير على طالب يعني نص ليرة كل نهار. فأنا خلص عندي غلاي بعمل شاي. طبعا هلا أنا هون رايحة على المكتبة. بالمكتبة عندنا بيكون الإنترنت أقوى من إنترنت السكن، فمثل ما انكم شايفين الطريق ما شاء الله نحن عندنا الجو حاليا برد. بالنسبة إلي العمل في المكتبة أسهل من العمل في السكن، لأنه بالسكن دائما بيكون في ضوجي وأشياء، فبالمكتبة إنه خلص بنقعد إنترنت قوي وما في مثلا حدا يزعج أو حدا يدخل. طبعا يا جماعة نحن الأكل في السكن بشكل عام بيكون مجاني، بس نتخطى الحد المطلوب ندفع عليه مصاري. يعني مثلا إذا كان مخصصين مثلا نحن عنا للفطور 6 ليرات، إذا بناخد أكثر من 6 ليرات فبنصير ندفع دائما، وسبحان الله يعني ما بيكفي هو 6 ليرات، فنحن دائما ندفع يعني زيادة. وبالنسبة للأكل المسائي بيخصصوا 13 ليرة، بس هني ما بيعطوكم المصاري يعني نقدي، بيعطوكم إياها إنه خلص إنه إلكم هاي الحد. مثلا بتكون البندورة مثلا نفرض ليرة، البندورة هي الوحدة، نفرض مثلا الرز 4 ليرات، فحسب كل سكن هو وشغله. طبعا هلأ هون أنا مريت من السكن للجامعة. المكتب اللي عنا دائما بيكون يعني الجو فيها الحمد لله جيد، انه مخصص انه سواء كنتوا بدكم تشتغلوا او تدرسوا. هلا في شيء لازم احكي لكم اياه، اغلبكم سالني على موضوع المنحه. في عندكم منحتين رئيسيات للطلاب اللي هني منحه الكاياكي ومنحه الوقف، وفي منحه تانية بس هي ما لها علاقه في الدوله. منحه الكاياكي تكون بحدود 800 ليره، هلا حاليا سووا هاي الشهر 800، يعني هاي السنه صارت 800، جيد يعني لطالب. بالنسبه لمنحه الوقف بحدود ال 400 450. طبعا لما بيفتح التسجيل عليه بامكانكم تسجلوا سواء كنتوا اجانب او اتراك. طبعا هاي المنح للطلاب الاتراك والطلاب الاجانب. في كمان منحة ثالثة هي منحة تركية خاصة للاجانب، وهاي بتكون بحدود 900 ليرة. طبعا هاي لازم تحافظوا على معدلكم عالي فيها. في امر حابب احكي عليه اللي هو امر الكريدي، اللي هو انه اغلب الطلاب اللي هني ما بيعرفوا امر الكريدي في تركيا هو شرعا هو حرام، ولكن ما بيعرفوا الطلاب انه مثلا بعد ما يخلصوا دراسي لازم يرجعوا هذا المبلغ نقدا كل شهر بمبلغ معين بتقرره الدولة عليهم. في حال ما رجعوا خلال فترة معينة يعني ممكن يزيد، فبس انا حبيت نوه على امر الكريدي.
طبعا هون عنا يا جماعة أكل العشاء، شو مثل ما كم شايفين اليوم عاملين، هني دائما في وجبات رئيسية دائما بالعشاء، مثلا بيحطوا دائما حلو، بيحطوا دائما معكرونة، يعني حسب كل صحن وسعره انتو حسب ما تاخدوا. والخبز مثل ما كم شايفينه بقسموه لأربع أرباع، هذا الخبز التركي اللي إذا حدا ما بيعرفه. هلأ شوفوا نحن بداخلتنا دائما بيكون في عنا انه حاطيننا مثل الطاولة محطوط عليها عينات من الأكل، مشان كل شخص يعرف شو في أكل اليوم. يعني هلا انا رح فرجيكم انا اشو اخذت. هذا الاكل اللي انا اخذته، اخذت خضار واخذت خبز واخذت كمان عيران. طبعا لهون بيكون انتهى الفيديو. اذا عجبكم هاي السلسله من هاي الفيديوهات حطوا لنا لايك واشتركوا في القناه. طبعا واذا عندكم سؤال حطوا لي اياه في التعليقات وانا بجاوب ان شاء الله على كل الاسئله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.